أكبر. مظبوط. كارلوس أصغر. كارلوس أكبر. كارلوس أكبر. مظبوط. سول وأصغر. كارلوس مظبوط. تالت سيبتي أص الكبة. تحية إلى ميلاي مزرعاني حصري وإلى المخرج سيمو أسمر، واستقبلوا معي هلا مختار زو مكايل كارلوس أبي ناظر. بونسوار مختار. كارلوس يعني الاسم ضله بذاكرة الناس وبعده لهلا بذاكرة الناس. لما عم تحضر الريبورتاج بالكواليس اي ذكريات استرجعت؟ هلا هيدي اللحظة هيك شوي هي عملت فلاش لورا. يعني رائعة. هلا رديتني 20 سنة لورا دغري. العالم ليه حبت كارلوس؟ لأنه كان كارلوس مرتبط بالحظ، مرتبط مين بده يربح. ليه برأيك؟ يعني ما بعرف، يمكن لأنه على الطبيعة نجاح البروجرام بوقتها الـ LBC كانت هي نمبر 1 وبعدها ورياض شرارة الله يرحمه الله يرحمه أسمر. يعني كل كله بيلعب دور، هو لعب دور بأنه أنا كون إنسان مبين وما بعرف. يعني بشكر الله إذا حبون الناس. كيف كنت تلمس الناس أنه كانوا يعرفوا؟ كيف كنت تلمس الناس أنه كانوا يتفاعلوا معك؟ كانوا يتفاعلوا معك بوقتها؟ هلا لأنه كنا كل ما نصور حلقة تاني نهار كيف ما أمشي على الطريق العالم بتشتي سؤالات على كثرة السؤالات، وهيدي هي يعني كان لحتى كان في الناس. أنا أحس حالي هالقد أنا أوفر يعني يجوا يأخذوا أوتوغراف أو يتصوروا معي. هذا كان شيء حلو، كان شيء حلو. خلصت مرحلة يعني برامج المنوعات، كنت كارلوس بدك تتحرر من هالصورة أو بالعكس بنيت على هالصورة مشان تكون مختار؟ إنسان هيدي فرص حلوة بتعطى بالحياة وبيستفيد منها، وأنا أكيد استفدت منها ما بنكر، لأنه ضل وجهي مألوف والناس ضلت فايقة على وجهي، هيدي نعمة واستفدت منها. اليوم لما بشوفوك شو بيقولوا لك؟ دغري بيتذكروا او شو بيقولوا؟ في قسم كبير بيتذكر مبلا، في كتير ناس بيتذكروا. تحية لروح رياض شرارة، تحية لميراي ايضا، وتحية لسيمو اسمر ايضا. اكيد ما حفظ الالقاب للكل. شكرا لك كارلوس، شكرا لك يلا سليمان، شكرا لك سوزي، شكرا على حضوركم. بقدر جدا انكم موجودين معك انتم الليلة. شكرا لكم وبعد